نروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف المدينة الترفيهية واللي بيحصل فيها وآراء الناس كمان عن المدينة الترفيهية وكل الفعاليات اللي بتحصل هناك. نزلنا المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين نشوف ازاي الناس الكبار والصغيرين مبسوطين بالأجواء اللي في مدينة العالمين. يلا نشوف رأي الناس. يلا بينا. هنا من مدينة العالمين ومع امتلاك مهرجان العالمين في نسخته الثانية، حيث تنفرد هذه النسخة من المهرجان بالعديد من الأنشطة الترفيهية والفنون المختلفة التي تبعث حالة من الفرحة والسرور على وشوش المواطنين. اتبسطنا حقيقي، اتبسطنا والجو جميل قوي هنا حقيقي. انا عجبني هنا الجو جميل قوي، انا شفت جمال بعد كده ما فيش. خدت المدام والاولاد وخدتهم فسحتهم واتبسطوا جدا، ومدينه جميله جدا، الاجواء اللي هنا 100 100 وجميله جدا جدا جدا. انبسطنا هنا وكان يوم حلو. انا انبسطت قوي النهارده وكان اجواء مختلفه. العالم عالمين. تتميز مدينة العالمين بالتنوع في الأنشطة المختلفة للكبار والصغار والفنون الشعبية المتنوعة التي يستمتع بها جميع الفئات العمرية، وحيث احتضنت المنطقة الترفيهية العديد من الأسر للتنزه ليلا والاستمتاع بالأجواء الموسيقية المتنوعة والفقرات مثل التنورة والسيرك والعديد من التنوع. وده كان رأي الناس في المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين. عرفنا منهم قد ايه اتبسطوا وقد ايه استمتعوا بمدينة العالمين. ندى السرور، اكسترا نيوز.